أخوتي أخواتي السلام عليكم ورحمة الله في أول حلقة من برنامج جديد على قناتكم المشاهد تي في. مواضيع البرنامج غادي تكون على حول غرائب حول العالم اللي هي الاسم النيسة ديال البرنامج غرائب حول العالم. و في كل حلقة غادي نجيب لكم غريبة من غرائب العالم واللي غادي تثير الإعجاب ديالكم ونتمنى أنها تنال الإعجاب ديالكم. في أول حلقة غادي نتناول واحد الغريبة اللي هي ربما ما عمركم سمعتوها أو ما عمركم قريتوها. غادي نتحدث لكم على واحد الطائرة اللي هي أثقل ربما طائرة في العالم على الإطلاق. وهذه الطائرة هي أوكرانيا وهذه الطائرة هذه الاسم ديالها أنتونوف أن 225 مليا. هذه الطائرة هي كتعتبر من بين أثقل وأضخم وأقوى الطائرات حول العالم. وهذه الطائرة هذه الوزن ديالها 660 طن، يعني مرتين ونصف الوزن ديال إيرباص A380، يعني الإيرباص 380 A380 يعني بحال كضاعفها جوج مرات ونص أو أكثر من وزن 110 فيل إفريقي. يعني 110 فيل إفريقي يالله كيعطيونا الوزن ديال هاد الطائرة الأوكرانية. وهاد الطائرة الطول ديالها في الطول ديالها 84 متر، يعني بحال بغيتي تقول واحد الارتفاع ديال واحد المبنى اللي كيتكون من 30 طابق. يعني غيكون ارتفاع، لان احنا المباني ديالنا الارتفاع ديالها كيكون 3 طوابق 4 طوابق حتى 5 ديال الطوابق، الا في المدن الكبرى اللي كيكون هذا الارتفاع كيكون كبير. وبامكانك اخي المشاهد او اختي المشاهده انك تخيل الارتفاع والطول ديال هذه الطائره. والعرض ديال الاجنحه ديالها 88 متر، يعني بغيتي هي عرض من الملعب ديال كره القدم مرتين، يعني الملعب ديال الكره عرض منه جوج ديال ديال ديال, ديال المرات او ضعف ديال الاجنحه ديال البوينغ 747. عندها 6 ديال المحركات نفاثة كبيرة فائقة من أقوى من الآلات الميكانيكية التي صنعت في 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 العموم. يعني هذه الطائرة هذه الطائرة الأوكرانية اللي كنتحدثوا عليها فيها 6 ديال المحركات، وفي الهبوط ديالها كتستعمل 32 عجلة. والمخزن ديال البضائع الطول ديالو 42 متر. ونزيدكم بان هذه الطائره هذه هي صاحبه الرقم القياسي لاثقل حموله منقوله جوا، يعني هي الطائره اللي هزت واحد الحموله كبيره وطارت بها في في الجو. وهاد الحمولة هادي هي 256820 كيلوغرام. ممكن تخيلوا هاد الكتلة هادي بأنها كتلة كبيرة طبيعة الحال. وكتستطع هاد الطائرة حمل 10 من أضخم وأثقل دبابات العالم، يعني غتهز 10 ديال الدبابات وممكن انها يعني تسافر بهم جوا وتنقلهم من دوله لدوله بطبيعه الحال. وهذه الطائره هذه كانت
آخر يعني مهمة لها أنها نقلات واحد المولد اللي كيوزن 130 طن من أوكرانيا إلى الدولة ديال أستراليا. كان هذه كانت غريبة يعني على هذه الطائرة الأوكرانية. هي غريبة من مجموعة من الغرائب اللي غادي نقدم لكم في البرنامج إن شاء الله في الحلقات القادمة من البرنامج إن شاء الله. نتمنى هذه الحلقات تكون نالت الإعجاب ديالكم واستفدتوا من هذه الحلقة وخذيتوا معلومات كافية على هذه أضخم طائرة في العالم. مشاهدة طيبة على قناتكم مشاهد تي في ودمتم بألف خير وإلى الملتقى. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديروا جيم.